الدكتور كريم مكادي، استشاري تجميل الأسنان وجراحة الوجه والفكين، عضو كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، عضو الجمعية الأمريكية لأطباء الأسنان. أهلا بكم. دايما عالم الأسنان عالم مثير، عالم ممتع، له بريق خاص كده. هتستغربوا جدا لما أقول لكم أنا بشوف مثلا نجوم، ناس مشاهير في الوطن العربي. لا، ده النهاردة هتكلم على العالم. تحس ان بينهم وبين الاسنان في بعد، مش مظبطين سنانهم، مش عاملين فيها تجميل، مش عاملين فيها تعديل، فيها عيوب واضحه جدا مش مصلحينها. استغربت بقى لما لقيت الكلام ده موجود في نجوم في هوليوود. تعالوا نقرب من هذا الكلام ونفهمه بالتفصيل النهارده، ونفهم حاجات كثيره جدا في حوار علمي راقي جدا ورائع جدا مع ضيفي العزيز، واحد من سوبر ستارز مجال طب الاسنان، وحاب بيسعدني جدا باسلوبه الشيق وبطريقته الجميله في الشرح والتفصيل، وبالحاجه اللي انا بستمتع فيها بالحوار معاه اللي هو حاله يعني التشويق والاثاره المحيطه بشرحه لاي حاله من حالات طب الاسنان، حتى في الحوار العلمي خارج الهواء واحنا قاعدين، دايما تحس ان هو انفولفد جدا باي مشكله خاصه بطب الاسنان. ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور كريم مكادي، استشاري زراعه وتجميل الفم والاسنان، زميل كليه الجراحين الملكيه، عضو الكونجرس الامريكي لزراعه الاسنان، المبدع دائما. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا دكتور ايمن، والله انا ببقى مبسوط لما باجي مع حضرتك. احنا بنبقى سعداء وخصوصا بالشياكه. ربنا يخليك، ربنا يخليك. اصل هنا الميزه ان البرنامج فعلا بيوصل معلومه كويسه، بيثقف الناس من غير ما نضحك على حد. يعني احنا هنا بنقول الكلام المظبوط، وبتهتم حضرتك بالناحيه العلميه جدا انها توصل للمريض او لعامه الشعب بطريقه بسيطه، فهو ده الجميل. انا اللي بشكرك على قبولك دعوتي ان انت تدينا من وقتك، يعني خصوصا بالليل اخر الليل. ربنا يخليك. احنا بنسجل اخر الليل خالص، لا اخر الدنيا كلها. اخر الليل واخر الدنيا واخر الدنيا. خلينا نبدا قبل ما نروح لتعويض الاسنان، هل في نجوم او ناس عندهم مشكله مع الدكتور؟ في ناس عندها مشكله نفسيه مع دكتور السنان، ان هي بتخاف جدا، ممكن يكون عندها باد اكسبيرينس حصلت لها من وهي صغيره، ممكن يكون من كلام الناس، ودي مش مشكله بتاعتهم بس، دي مشكله بتاعت حد هم عدوا عليه كان بيتعامل معاهم كانه بق بس، مش بني ادم كامل. يعني انا جاي اصلح الحته الفلانيه، ماليش دعوه ده تعبان ولا مش تعبان، ما بستخدمش تكنيكس تقلل عليه الوجع. المفروض المريض ده بيخش يعمل شغله كله في اسرع وقت بدون الم خالص، هو ده الصح في طب الاسنان. لكن رايح جاي الم، شغل يتعاد كذا مره، الكلام ده كله بيدي اكسبيرينس وحشه للمريض اللي بتخليه بعد كده يجري. هو لا فاضي ان هو يروح ويجي، ولا فاضي عشان يجي يتالم. يعني تخيل حضرتك كده عندك ميعاد النهارده عشان تحس بالالم، لا مش طبيعي طبعا. لكن دلوقتي التكنولوجي وفي تكنيكس كتير جدا بتخلي الالم ده مفيش خالص. وخلي بالك برضو يا دكتور ايمن، التروما، كل ما احنا بنعمل شغل مرهق للمنطقه اللي احنا شغالين فيها، كل ما التورم والالم بعد الشغل يبقى عالي. فلازم الدكتور يبقى بخلي باله كويس قوي ان هو يوصل لاعلى نتيجه في اقصر وقت مع اقل مانيبيليشن او اقل شغل في المنطقه اللي هو شغال فيها. انا عارف ان انت واحد من المميزين في مدرسه الشرح للمريض، يعني حتى وانا قاعد معاك بتقعد تشرح للمريض. عارف حضرتك يعني في ساعات لو في مثلا انفكشن جامد قوي مثلا في ضرس وهو داخل يعمل عصب، بقول في عندنا مثلا حقنه بنج بتتاخد في قنوات العصب نفسها، بقول الدكاتره عندنا بتوع العصب، انت وانت بتدي الحقنه اللي جوه القناه دي المريض ممكن يحس بحاجه خفيفه من الوجع، بس دي بتقضي على الوجع خالص، لان مع الانفكشن البنج مش بيأثر بسهوله. لازم تقول للمريض انت هتحس بسنه وجع دلوقتي، عشان لو ما قلتلوش وتفاجئ بيها هيبقى تاثيرها عليه اكبر بكتير جدا. ويحس ان انت عارف كل الخطوات والمسار الطبيعي لكل شيء، مش هيحس ان هو دخل في حته مش مفروض يخش فيها. من اكتر الحاجات في مصر الناس بتطنشها ان يكون عنده سنه مفقوده، دي اوحش حاجه في الدنيا. احنا لما بنفقد السنه غير الشكل زي ما احنا كنا بنتكلم من شويه، طبعا الفم او البق او الاسنان هي اول امبريشن الواحد بيقابله، يعني زي البدله والساعه والكرافات ماشي، السنه دي اول حاجه احنا بنشوفها. لما بتفقد السنه بتاخد فكره، والمريض بيسيبها مفقوده، بتاخد فكره ان الراجل ده مش مهتم بنفسه، دي اول مشكله بتقابلك. تاني حاجه عندك مشاكل بتحصل في جسمك لان انت مش بتاكل بطريقه مظبوطه. تالت حاجه رصه السنان بقى،
السنان دي سبحان الله كلها في حاله حركه، كل واحده سنده اللي جنبها وسنده اللي قصادها، بتبدا السنان تميل في الحته اللي فاضيه عشان تعوضها اللي حواليها، واللي قصادها يطول، فانت بتبدا تكر الخيط، تبدا تبوظ السنان واحده ورا الثانيه. يعني ممكن تلاقي بق فاضي تماما عشان خاطر السنه اتخلعت، اللي حواليها باظوا، فاللي باظوا اللي حواليها وبوظوا اللي قصادهم، باظت الدنيا. زي ما احنا شايفين هنا اهو، بدات السنان تميل، بدا يتكون جير حواليها، المفصل نفسه بيبوظ لان انت بتاكل بطريقه مش مظبوطه. المفصل ده عامل زي مفصلة الباب، لو انت في حاجه زنقاه او مش بيتحرك بشكل سليم هيبدا المفصله دي تبوظ واحده واحده. ده اللي بيدخلنا في مشكله وعمليات لو الغضروف اتقطع لا قدر الله ملهاش لازمه، وعمر ما المفصل ده بيرجع تاني. كل ده عشان فقدنا ضرس او سنه وما رجعناش عوضناها. هنا دي حاله من الحالات الحلوه قوي، الراجل ده كان فاقد فتره طويله قوي اسنانه، بدانا نزرع له عظم عشان هو حصل له تاكل في العظم، لان احنا اللي بيحافظ على حجم العظم هي الاسنان اللي جواه، فبنبدا نعوض له عظم تاني وحطينا له زرعات، وفي الاخر بقى بالشكل اللي تحت ده. طبعا احنا هنا التكنيكس اللي احنا استخدمناها كانت مش تروماتيك خالص، يعني ما فيهاش شغل كتير. احنا دلوقتي بقينا وصلنا ان احنا بنحط زرعايه من ملي، بنفتح بالليزر نقطه نحط منها الزرعايه وبنحط عظم حواليها من غير الم ومن غير خياطه ومن غير اي مشاكل. فالمريض في الاخر ما يبقاش عنده بوست اوبرتيف بين، يعني الالم ما بعد العمليه بتاعتنا، ودي اهم حاجه. دايما من الحاجات اللي احنا بنقعد نتناقش فيها كتير الاكياس الدهنيه والخراج تحت الكيس الدهني ده، لانه كمان ده كونكتد ما بين مرضى السكر اللي هو عندنا مزبوط، وما بين الطب الاسنان. مظبوط 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 جدا. الكيس الدهني الخراج هو اللي بيؤدي للكيس الدهني، يعني ده من اسباب الاكياس الدهنيه. الاكياس الدهنيه دي بتتطور لحاجه اسمها او كي سي، ده نوع من انواع الاكياس اللي بتعامل معامله الاورام. اتس سيست لايك تيومر، او كي سي ده اودونتوجينيك كيراتوسيست، كيس دهني يعامل معامله الاورام، لان هو بيكبر بصوره صوابع بتتغلغل في العظم اللي حواليها، فمهما شلته يبدا يكون نفسه تاني وياكل العظم اللي حواليه. احنا دلوقتي طبعا بنقدر نعالج الكلام ده، بس انت ليه توصل له من الاول؟ يعني احنا في الاول ده كان بادئ بتسوس، التسوس ده وصل للعصب، بدانا نحس بالم ما رحناش. لو احنا عاملين فولو اب اصلا كل ست شهور التسوس ده كنا لحقناه. طب وصلنا للعصب، مش هناخد انتيبيوتكس وانالجكسك ومسكنات وخلاص. لا، احنا لازم نروح نتابع دايما الحاله الفم كل ست اشهر عشان خاطر ما نوصلش لمشكله زي دي. هنا دي زرعه فوريه، دي احنا الراجل خلع وحطينا الزرعيه في نفس اليوم بعد الخلع، وده اللي حافظ على حجم العظم اللي موجود جوه. لو ما عملش كده ايه اللي هيحصل؟ العظم هيكش، هيحصل الصور اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول، ان بدا يميل الاسنان عشان تعوض الحته الفاضيه، عشان زي ما اتفقنا السنان في حاله حركه، كل واحده سنده اللي جنبها. هنا الصوره دي فيها كيس دهني، هنا فوق باين الكيس الدهني قبل ما نشيله، تحت احنا شلناه، زرعنا عظم، حافظنا على السنه. مهمه قوي السنه دي زي الدراع، احنا لازم نحافظ عليها بكل الطرق، واخر حل هو الخلع، ولو اضطرينا للخلع يبقى نعوضه بزراعه. لكن دراعك ما ينفعش حد يقول لك هغيره لك بدراع تاني، صح ولا لا؟ طبعا ما ينفعش. طيب هنا ده كيس دهني تحت الضرس، احنا خلعنا، اضطرينا نخلع الضرس ده، وقمنا حاطين الزراعيه تحت دي، وحطينا زرعنا عظم حواليها، حصل الهيلينج زي ما احنا شايفين، مفيش اي كيس دهني. الدايره السوداء دي هي الكيس الدهني اللي تحت الجذور بتاع الضرس اللي فوق. هنا الكيس الدهني حصل ليه بقى؟ بسبب علاج الجذور. علاج الجذور ده اتعمل بطريقه مش مظبوطه، او الدكتور اللي قفل عليه قفل على انفكشن لسه موجود، فبدات تكون بكتيريا اللي هي بدات تعمل ضغط على خلايا العظم، اللي هو اشتغل بنظام الاوستيوكلاستيك اكتيفيتي، ان العظم ياكل نفسه. في نقطه عايز اشرحها، تاكل عظمي اوستيوكلاست، يعني انا حاله مرضيه بيحصل فيها تاكل في المنطقه العظمية. انا دي عايز اشرحها شويه. العظم بتاعنا بيشتغل بخاصيتين عكس بعض، حاجه اسمها اوستيوبلاستيك اكتيفيتي وحاجه اسمها اوستيوكلاستيك اكتيفيتي. البناء والهدم بالظبط. يعني مثلا لو واحد واحنا صغيرين وشنا كان صغير، وشنا كبر ازاي؟ بدا يزود عظم من بره وياكل نفسه من جوه، فسمك العظم نفسه ما اتغيرش كتير بس الوش كبر. احنا بنستفيد من الخاصيه دي في طب الاسنان في كذا حاجه، وهي بتعمل معانا مشاكل في حاجات تانية. نستفيد منها في ايه؟ في التقويم مثلا، لما نعمل ضغط بمقدار معين على السنه، اللي هو بيترجم بضغط بمقدار معين على العظم، بياكل نفسه من الناحيه اللي حصل فيها ضغط ويزود نفسه من الناحيه الثانيه، تمام؟ القصه دي لما بيحصل صديد، كميه صديد بتبدا يخلي العظم يشتغل بالاوستيوكلاستيك، ان هو ياكل نفسه. هنا شايف حضرتك الحته البيضه دي، الحته البيضه دي كانت كيس دهني،
قاعد ياكل في العظم لحد ما تبقى الثلاثة ملي من الفك اللي تحت دول، يعني تحت الدايرة الخضراء في ثلاثة ملي عظم، ده كان بس، فكان الفك اصلا مهدد ان هو يتكسر واحنا بنشيل كيس دهني. وده كان اودونتوجينيك كراتوسيست، بنشيله بطريقه معينه، ندخل الليزر بطريقه معينه بعد ما نشيل الكيس الدهني ده، وزرعنا عظم، ده الهيلينج بتاعه، ده العظم اللي احنا زارعينه اللي لونه ابيض ده. بس احنا زرعنا هنا كميات كبيره عشان خاطر نرجع الفك لحالته الاولانيه، ودلوقتي احنا حطينا فيها زرعات كمان، المره الجايه هجيب لكم الاكس راي واسنانه كامله. ده برضو كيس دهني تحت السنان الاماميه اتعالجت بطريقه مش مظبوطه، موجود فوق في الاكس رايز، الدايره السوداء اللي تحت الجذور ده كيس دهني، هنا تحت ناحيه الشمال احنا شايفين زي حفره كبيره، الحفره دي بعد ما احنا شلنا الكيس الدهني حطينا العظم وقفلنا ناحيه الشمال. مهم قوي ان احنا ما نسيبش الكيس الدهني ده، احنا كده هنا حافظنا على السنان، شلنا كيس دهني وحافظنا السنان، لو سبناها شويه السنان دي كلها مش هنقدر نحافظ عليها، هتبقى كلها بتتلخلخ مش هنقدر نحافظ عليها، غير طبعا ان هو ممكن يقلب لاودونتوجينيك كراتوسيست اللي احنا قلنا عليه، اللي احنا قلنا عليه الخطوره، اللي احنا قلنا عليه بيتعامل معامله كانه ورم، لكن هو مش ورم، هو مش ورم بس يعامل كانه ورم، ان هو بيرجع مره ثانيه ويعدي الحتت اللي حواليه وبياكل العظم، فبتضعف المنطقه اللي ممكن تؤدي الى كسر الفك اصلا. عندي سؤال عايز اساله لك، هو سؤال من يعني من الشارع، من القهوه، ناس قاعده على القهوه، واحد بيسال الثاني يقول له انت هتعمل زراعه؟ اه. طب ما تعملها بكذا، بيتكلموا على الفلوس يعني. قالوا لا يا عم ده ما تسترخص، هي كله اسمها زرعة، مش كله حاجة هتزرع في العظم، ده كلام الناس على فكرة. دي مشكلة كبيرة جدا بتقابلني كتير، بتقابلني الناس تيجي تقول لي ما هو فلان أو حتة تانية بتعمل الزراعة بكذا. طب حضرتك عرفت نوع الزراعية إيه؟ في دلوقتي زراعات مجهولة الهوية بيتحط عليها ليبل إن هي ألماني مثلا أو أي كانت الجنسية، وهي ممكن تكون أصلا من بلد تانية ومتعلبة هنا أهو، تمام؟ مشكلة بقى ايه؟ ان احنا لما بنحط الزراعية بيحصل لنا مشاكل تانية. زراعية اللي مش مظبوطة بتعمل تآكل في العظم شديد جدا، انت بدل ما انت بتصلح بتدخلنا في مشكلة تانية، ان انت فقدت العظم بتاعك، ونبدأ نشيل اكياس دهنية بسبب الزراعية اللي اتحطت. يعني انا في اكس رايز هوريها لحضرتك دلوقتي بتبين لي ان العظم كان كويس بعد ما اتحط الزراعية هنا. الزراعية اللي تحت دي حواليها اسود كل ناحيه، من كل ناحيه حضرتك شايف، ما نزلتش يعني، ما تحس انها كلت العظم. شايف حضرتك الاسود ده، ده تاكل عظم حوالين الزراعية، ده بسبب ايه؟ ان الزراعية دي اصلا مش زراعية كويسه، يعني هي اتحطت في مكانها، الدكتور كان عنده عظم كامل، يعني الخط الاسود اللي تحت ده عصب الفك، يعني احنا بعيد عن عصب الفك بحوالي هنا 14 ملي. 14 ملي ده رقم كبير جدا في الزراعه نقدر نزرع فيه، يعني احنا في حاجات بنزرعها في 6 ملي. يعني احنا 14 عندنا خير كتير، انت ضيعت لي 3 ارباع العظم ده بسبب زراعيه مش مظبوطه، بسبب ان المريض نفسه استرخص، وهو اللي هيعاني بعد كده، يعني المشكله ان هو اللي هيلاقي المشاكل بعد كده. انا دلوقتي انا وحضرتك معانا عربيه، تمام؟ حضرتك قلت لي احنا انا معايا عربيه ثمنها مليون جنيه، وانا قلت لك انا معايا عربيه ب 200,000 جنيه، تمام؟ الاثنين عربيات، ينفع اقول لك اضحك عليك؟ ما ينفعش. وما ينفعش اقول لك ان العربيتين هيعيشوا زي بعض، ما ينفعش الكلام ده كله. طبعا انا بتكلم بعيد شويه، بس هي نفس المثل، هو المثل في كل حاجه، مش بس هنا. بص حضرتك شايف الخرم اللي موجود ده، الخرم اللي موجود ده المفروض الزراعيه بتحفز العظم ان هو يبني عليها، يعني الزراعيه عامله زي المغناطيس، التيتانيوم عامه عامل زي المغناطيس، مع معالجه السطح بتاعت الزراعيه بتسحب عشان خاطر العظم يبني عليها، وده اللي اسمه اوسو انتجريشن او تكون العظم على الزراعيه. هنا احنا عندنا بقى في خرم كبير بسبب تآكل العظم، طبعا ده لازم بيقعد يتنظف ويتزرع له عظم مره ثانيه عشان خاطر نرجعه مره ثانيه للاول، وده بيأثر على السنان اللي حواليه، يعني انا لما احط زراعيه نص نص هتأثر على السنان اللي حواليه، هتاكل في العظم اللي حوالين السنان السليم، نخش في مشكله مالهاش لازمه. خلينا اقف قدام سؤال برضه مهم وخناقه مهمه برضه، ما زلنا على القهوه، نفس القهوه. القهوه دي مشكله. اه انا رايح اركب فينير، لا انا رايح اركب كراون، لا ده انت ضحك عليك، لا انت بيقولوا لك انت هتبرد، ده انت قصة الخناقة ما بين الفينير والكراون دي قصة كبيرة جدا، هما الاثنين موجودين، يعني هما الاثنين ليهم وظائفهم، بس احنا امتى بنستخدم الفينيرز وامتى بنستخدم الكراونز، وامتى استخدام الكراونز يكون جريمة؟ الكراونز دي ممكن نستخدمها بشكل مظبوط عشان احنا محتاجينها. الكراونز دي فايدتها ايه اصلا؟ الحماية. انا دلوقتي عندي اسنان متكسرة، في تسوس فيها من كل ناحية، معمول لها علاج جذور، عايز احمي السنة ضد الكسر، بعمل ايه؟ نعمل لها بريبريشن ونبدا نركب لها الكراونز بتاعتها، هنوصل لشكل حلو وفي نفس الوقت حمايه. طب انا عندي اسنان مرصوصه شكلها جميل،
بس لونها مش حلو قوي، مشطوفه شويه، نبدا نعمل لها فينيرز. ايه هي الفينيرز؟ هي قشره تجميليه بتبقى السمك بتاعها 0.2 تقريبا مليمتر. احنا وصلنا دلوقتي التكنولوجي اللي احنا تبقى عامله زي الورقه بتتحط على السنه تتلزق وتبقى تدينا الشكل واللون اللي احنا عايزينه بعد ما تعمل لها ديزاين على الكمبيوتر اللي يليق على حضرتك من غير ما نقصر على سنه. يعني احنا هنا زي ما احنا شايفين دي فينيرز كان عنده سنان معوجه فوق، عنده سبيسز او عنده فراغات ما بينها، عملنا رصه سنان شكلها جميل من غير ما نقرب للسنه، من غير ما نبرد السنه بتاعت ربنا، عشان نو نيد لده، السنه نفسها كويسه بس عايزينها شكلها حلو، فنقدر نعمل الفينيرز. لكن في الحاله زي دي لو انا استخدمت الكراونز ابقى انا مجرم، ان انا بردت السنه بتاعت ربنا الكويسه الجميله الصحيه عشان خاطر اجملها. لا، انا ممكن اجملها من غير ما اعمل الكراونز بتاعتها. دي فينيرز، بص شكل السنان فوق روعه، تحت احنا عندي سنان شكلها مش حلو قوي بس مرصوصه وصحيا كويسه جدا، مش محتاجه ان انا ابردها، مش محتاجه ان انا ابوظ فيها، انا يا دوبك بعمل تخشين خفيف قوي للسنه من بره، بعدين اخد مقاساتي بالكاميرا الكات كام بيبدا يشتغل بعد ما احنا نعمل الديزاين بتاعت السنان بتاعتنا، تطلع لنا حاجات عامله زي اللانسز رفيعه قوي، نبدا نلزقها تدينا الشكل اللي فوق. خلي بالك يا دكتور ايمن دي بتبقى صلابتها عاليه، بتاكل عليها اللي انت عايزه وما بيبقاش فيها اي مشاكل، وعليها ضمان من المكان اللي انت بتروح وتعمله عندها، بس ما تعملش بيها حاجات يعني جنونيه. بالظبط، لا يبوظ سنان طبيعيه، هيبوظ سنانك. بالظبط، يعني ما تكسرش مثلا بيها فستق. ما ينفعش. او لا، فستق ممكن تاكل بيها فستق، لا تكسر بيها. تفتح الفستقايه نفسها مستحيل. مستحيل تاكل الفستقايه، ماشي. تاكل فستقايه وبندقايه وكل اللي انت عايزه، بس ما تكسرش بيها. ما تكسرش بيها، ما تفتحش بيها ازاز بيبسي. لا، في كتكسيرات، في كسرات بقى، تجيب كساره تكسر بيها الكسارة. هنا زي ما احنا شايفين، هنا الراجل ده عايز نفس لون سنانه بس عايز شكلها احلى، عايز شكلها رصيتها تبقى اجمل وبقت ناتشرال على فكره، وشكلها ناتشرال جدا. قفلنا بس الفتحه اللي هي فتحات، وشكل السنه بقى اجمل شويه مع شويه لمعه بتاعت الفينيرز اللي احنا بنعملها لها مع شويه افكتس. خلي بالك يا دكتور ايمن، ده مش مكان بس، لازم اللمسه بتاعت ال 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 الفن المختص. عجبني انها ناتشرال، طبيعيه جدا. الرسام اللي رسمها بعد ما عملها خرطها الفينيشنج بتاعها ده لازم يبقى رسام بيرسمها عشان يقدر يطلع لنا الجمال ده. لا، وجميل قوي برضو تصميم الابتسامه. انت كبرت شويه السنترال انسيزورز، بقت اكثر. وده كله لو احنا اخذنا، طبعا مش هينفع نجيب صوره المريض، هنلاقي ان الضحكه دي بصمه للراجل ده. كل واحد يا دكتور ايمن عنده البصمه بتاعته، يعني ضحكه فلان غير ضحكه علان، كل واحد دي زي البصمه بتاعتنا. بص حضرتك، ده دي السنان دي اتعملت في 24 ساعة. أنا عايز أقول لك حياة الابتسامة دي مهمة جدا. 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 جدا، ده هو بعتها لي، هو مش من مصر، هو بعتها لي من المطار، بيقول لي بص ضحكتي بقت عاملة إزاي. دي اتعمل فيها حاجة اسمها الزوليد، الزوليد دي من أحدث أنواع الفينيرز اللي موجودة. دي بتدينا تدريجة الألوان وتدريجة الشفافية بتاعت السنة الطبيعية. عملنا له ديزاين، دخلت اتخرطت على طول، اتعمل لها الإفكتس، كل ده 24 أورز، وبقى الفرق زي ما احنا شايفين كده. تآكل العظام في الفك السفلي مشكلة كبيرة جدا. هرجع تاني للزراعة، وخصوصا ان احنا قدام حاجة انت جبت سيرتها، وهي عصب الـ عصب الفك، فك الفك السفلي. ازاي نعمل بقى الحكاية دي؟ مهمة قوي. خلي بالك، احنا هنتفق مع بعض على اتفاق. الاول هي غلطة مين؟ المريض اللي هو ساب نفسه باسنانه بتاعت الفك السفلي مفقودة ومعوضهاش، فضل العظم بتاعه يتآكل لحد ما وصل لعصب الفك. العصب الفك ده بيبقى ماشي في الفك السفلي، بيغذي المنطقه دي، بيطلع من هنا من فتحتين هنا اهو، يبدا يغذي المنطقه دي. لما يتاكل بشكل شديد بيبقى فرق مثلا فوق العصب اقل من 6 7 مللي، يعني كميه العظم اللي فوق العصب اقل من 6 7 مللي، هيروح في حتت هيقولوا له انت مش هينفع لك زراعه ورا، تعالى نحط اربع زراعات قدام نحمل عليهم الفك فوق كله. بس هي دلوقتي بقى في تكنيكس، احنا بقينا بننقل عصب الفك من مكانه، نحطه في ليفل اوطى ونحط زراعات في الحته اللي احنا نقلنا فيها عصب الفك. احنا هنا دي عمليه نقل عصب الفك، اللي انا بمسكه بايديا ده، في هنا حاجه بدخل تحتيها الهوك ده، شايفها باينه؟ ايوه ده عصب الفك. ده احنا هنا كنا بننقله من مكانه. دي عمليه دلوقتي احنا عمليه. ايوه، شايف اللي ماسكه ده؟ ده عصب الفك. طبعا مش لازم يبقى حد بروفيشنال قوي عشان خاطر ما يتقطعش منه، فاحنا هنا مطلعين عصب الفك من مكانه، بننقله على ليفل اقل منه ونحط مكانه الزراعات.
فبقى كسبنا مساحة العظم المتبقية وفي نفس الوقت بعدنا عن عصب الفك اللي هو هنا شايف حضرتك الذراعات محطوطة وماسكين عصب الفك في ايدينا. طبعا المريض ده لف في حتت كتير محدش عارف يزرع له في المنطقة دي، قالوا له انت ما عندكش عظم مالكش زراعة. لا هو حقيقة هو دي زراعة، بس هي الفكرة كلها احنا نقدر ننقل العصب ولا لا، مين اللي يقدر ينقل العصب او ما يقدرش. احنا هنا بننقل عصب الفك. هنا هروح بقى هنطلع من تحت اطلع فوق، هطلع بقى الدور الفوقاني فك الجيب الجيب الانفي. هو احنا الجيب الانفي مشكلة الفك العلوي في الزراعة بالظبط، مشكلة عدم تعويض الاسنان المفقودة في اسرع وقت. زي ما حصل تحت العظم اللي فوق العصب تآكل، فوق العظم اللي تحت الجيوب الانفية تآكل، فبقينا قريبين من الجيوب الانفية فما بقاش في عظم للزراعة. بقى في عندنا دلوقتي طريقتين لرفع الجيوب الانفية. في طريقة القديمة اللي احنا كنا بنعمل open sinus lifting، ان احنا بنفتح اللثة ونبدأ ان احنا نرفع الجيب الانفي ونحط تحت عظم. وفي دلوقتي الطرق الحديثة اللي هي close sinus lifting، اللي هي احنا مش محتاجين نفتح اللثة عشان خاطر نعمل كام. هنا السنة اتخلعت فترة طويلة، اللي نزل ده الجيب الانفي عظم، ده بسبب تآكل العظم. بنبدأ نفتح فتحة صغيرة خالص، ده دلوقتي ما بقت يعني ما فيهاش خياطة حتى، يعني زي ما حضرتك شايف كده فتحنا فتحة ونبدأ نزق الجيب الأنفي. هنزق دلوقتي الجيب الأنفي على الشمال، باين الفتحات اللي احنا فتحناها. بنزق الجيب الأنفي دلوقتي ونملى عظم اللي هو هيزق الجيب الأنفي لفوق مرة تانية، وبالتالي يديني مساحة. اداني مساحة، ده زقناه بسلاين فاداني مساحة. نبدأ نحط العظم تحتيه. العملية دي بتتم بتخدير ولا بدون تخدير؟ ده تخدير موضعي، لوكال انستيزيا. لوكال انستيزيا. وبعدين حطينا الزراعة هنا احنا. دي مريضة عزيزة عندنا، دي كان جايالي من غير عظم لا فوق ولا تحت. تحت احنا عملنا لها العصب بتاعها وحضرنا لها عظم، وفوق الابيض اللي موجود يمين وشمال ده، دي كميات عظم كبيرة رفعنا لها بيها الجيوب الانفية. ودي استنينا فيها لان هي ما كانش فيها عظم خالص، استنينا فيها 6 شهور لحد ما العظم ده مسك في مكانه، وحطينا الزرعات بشكل ناجح زي ما احنا شايفين. الزرعات دي محطوطه في العظم اللي احنا عملناه، يعني احنا عملنا البيز او الاساس وحطينا فيه العمدان بتاعه العماره اللي احنا طلعنا بيها بعد كده. خلينا نروح برضو لمشكله ثانيه في الابتسامه، اللي هي الابتسامه اللثويه. الابتسامه اللثويه ظهور اللثه. خلينا الاول نقول ايه هي الايديال في اللثه اللي بتبان في الابتسامه بتاعتنا. من 0 ل 3 مللي، يعني احنا الايديال ان احنا يبان في الضحكه بتاعتنا من 0 ل 3 مللي من اللثه على الاسنان. 0 اللي هو ما فيش لثه خالص، 3 مللي لثه ده اقصى حاجه نقدر نوصل لها. في عندنا طريقتين تو ويز ان احنا نشيل حته اللثه الزياده دي، يا اما عن طريق الليزر. الليزر يا دوبك هو قلم بنرسم بيه اللثه على ليفل تاني، بنقدر نشيل منه 2 مللي 2 مللي ونص. تمام، ده الماكسيمم. في حالات بيبقى فيها الضحكه اللثويه اكتر من 5 مللي، دي بالليزر مستحيل، ان اصلا اللي بيبان عندي في الضحكه مش بس اللثه اللي حوالين الاسنان، احنا بيبان عندنا العظم بتاع الفك كله باين مع الضحكه بتاعتنا. في الحاله دي بنبدا نعمل عمليه صغيره في الوصله اللي ما بين الشفه بتاعتنا العلويه مع اللثه، بنبدا ننزلها على ليفل اوطى. العمليه دي بتاخد ربع ساعه بالظبط، ما فيهاش الم خالص، ما فيهاش اي مشاكل، زي اللي فوق على الشمال دي بعد العمليه، فوق على اليمين دي بعد العمليه على طول اللي فيها الخياطه دي اتاخدت في ربع ساعه، بتقضي لنا على المساحات الكبيره من اللثه. المساحات الصغيره بتتشال ليزر وبتبقى زي الفل ومن غير خياطه ومن غير اي حاجه. نورت وشرفت وابدعت. ضيف العزيز الاستاذ دكتور كريم مكادي، استشاري زراعات وتجميل الفم والاسنان وزميل كليه الجراحين الملكيه، عضو الكونجرس الامريكي لزراعه الاسنان، واحد من سوبر ستار هذا المجال، كان مبدعا في واحده من حواراتنا اللي عنوانها ارجوك ما تبقاش فهلاوي على اسنانك. خليكوا دايما مع نزل الحلقة.